بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رنتي اللي يرد الصحافة والسلام يا ما أنت وحنكو أضليا ما قاعد شخصي قاع يعني جوا ها قدومي النبضين تبيش سعد يونس تدال وين يو هول بدن نكوب حيي ونقلعي إن أي باشا أنك سوتشي دال لنا بدودو دتك إلا دقنت هاي أن وقت بدنا كشقين يي تيو جدا بيسينا أي هايد هل كمان تدقال كوكاد عاي تولا دال إرادو فدقاب مكمان توحان كو هادليا مقعا إيجا إيو مقعا أفكا دوميها نمضين تانها كو هاد المايا مانتا مقع حسبي يوك دومي حسبي تونا ان هادي انا رنتا مانتا هروغ ان ان اقودة قلو ان ارتوان كحوما هاي ان دادو وضع لشي او انكرا مارميني اي ترابا لحجير انت اللي سوداريو اما تدبا جير ان دارتي لشبيو او دقال كاسي سوى النقطة عاد بانو قحوماي لما انتد كي كودن تيلاو نحريستو دين عكس تواحكا دين تيني وا كو دمي او كادمي كو داو عانا الهي عافيو لكن وحيسو يدين لي قلال كريم حوو صعدا سيدا رقا غاركا كدهوا تشينا لان انا دبا سعودي أنا ما قبو رقوا استلاء وانا هشية تقال كري وحو دبس عدا سياسة بو دبس عدا تقال كوحا ودا وانا ابن كلا قبرين مانتا نكلا لدي بور مدو اي محمود حاشو وسير كوري مدعتو يدا ايا تقال كاودا وانا تقال سياسة ليسان سياسة دا اي كيهين لا اي قادة عنه تقال كاس دمان مايو وحان امد سومان لادو شيقية عرور اي ارولة دولة مدحويني قورتي بارلمان وحانو شيقية تقال كاسانو تقال كاس انان وحان تقال دمان اي الا ارهن اي نمان كاسي ودان إيوه كوغولي استموياني أرنتا سوام حي وحا سومالي وتراه دا فلي حانتي من بوغا وحي لاتو المدحوينها كمورود السومالي لان حق بدن ديمانت المدحوين ودلك كا عمدوه من كير حق بدن بوهايا دقال كاسوا دقال سياسة ديد وحونا كسل يسيه قدوميها حسبك كلمية أيو كسر يسيه تقال كاسي تقال قبوبة ينام ماها نمك راسي وحي كنت لقيل ايان تلاد وضونا اي تهي هدي قدومية حسبك كلمية لقو وريتو وايو محمود حاشي ان تقال لقو قيلي دبك لقو دبك لقيلي عاسمد عاسمد دي لقو قيلي مصبحي اي نمك راسي كنت لقيل كيو دياي وايو عدانا ما انتو وسيرك الداخل وكد تغي اي نبادين تاهيد اي وكد تغي عرف وين انتي كدن بيسي بور مدو وحو ودي موسنو او طولة طولة موسنو هو تغي او لها كاكاعي وانا تعد عضي وحان برشاد الصوماني لان اي انت الصوماني اكو هذا الشيء نبادة تعلو شيغية ما انت در ولا دغالك كسعودي اي نيت فدات سنا فدغا وحن كان جيل امته ودم مركه دي جيو قين ايام فدغا جيل كان انا هو كسمر سينينا تعالى كدعدي سن عرو سكستاباته
إلى أن يقبضه أيام كبحنا دتك قار ومنك أشياء يا كمديهين حما ورياش كمديهين وحيار كيين إنا نحورها بغضوك بحنا لكن سلام ما يهين عقلي قال نقود دنبيه كبحنيني نبدأ إيه ورالتي نمان إيه درس المدى نقرني نابا نكبحنيني دقار سكر يوم اللي راح يبان كبحنيني إن أنا وحبك مع عاشين هدان دل يرد وضياش وده متك سان وقته أيسكو إسكو دنتان بان قرني وحن كلو شيء يا بشرة سومان لان أنت أي دعوي وكذا عين دق مدى عيلة فوين إيه جيدا واحد ترى تروين إيه مقالو هدا أنو كسر ردت كيد دقنا أنا بقول نبض يلا علينا هنا ما أنت وحن وشي وين أبو شدة إدي وحكي قبنا إسا إنا عرين تعسي إن ديار لوية لكن وحن وعضينا هنا دقال كاسي إنو بلعنا أيو إنا من نبض كسر الدبال مكرين إنت من كاس كده احتران وحن أنا أقول أنت علي أنت من عمل عن قبيلة كهذا له ما أنت وحيقوك اللي في ده عدد الصوان وقال يسمر والبا وما تد الدشو ده اللي قد قال لما يو شباب كرا الدشو ده كل من أيان وما سكده دي ليو وما هو والبا لقى حين أيو وما أعرق ضد مسلنا أو هذا الشيء أو رعاء أو حديدة وأهلة وهذا دارتي كتابك إلهي ما هو البتشبينية وتشيرية أدونك الله جمارك أو الله جمعها وقولك كذا لا يسع رنتا الحق إلهي كي ما يسع إياك قولا خد عميسو ومد دجان كاد دجان ودم بخد عيسى هذا يا بارتاي هذا عذر تاي هذا يدب كلا يجيب برايا كلا تاي وهذا سامي نسا الشر يعم شركه waxa la yiraahda dadku wada gaara laakiin khayrku wuxuu u gaar yahay cida sameysa walle madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan u soo jeedinaya mudane madaxweyni laba xaal laba kala dooro adaa dooro le laba inaad gobolka aanu kala haajoonay buur madaw ku soo wareejiso naradii si culadii sabana inaanu isaga kala hadlayno إلا دعوتي يقول رئيسي إلا تام مانتا نكا ساودا إيه إيه نحاش والله وشك ما لا يوجد تاسي أبكى لا غرسل منه إنا نمكا قبل ككور يجسو وأنو كلا حاجة شو نو يجا أما على هذا النقطة أما نو هذا النقطة أنو سنقانا تدو تدا شيبا من ماي وصفكرنا إنا قارك ودانو دللي af Soomaaliga aan ku wada hadlayno iyo luqadda aan ku wada hadlayno waan iskaraneena si fiican waan heshiin oo nabad waarta aan ka keenno ama colaad waarta oo baan ka keenno labada mid aan ka keenno waxa weelay suka iyo fasax anaga iyo maxamuud aashiyo buur midow gobol kale ku soo wareejiyay waxba yaan ciidanka qaranka la dhibin waxba yaan booliska la dhibin waxba yaan madaxda gobolka timaada la dhibin soo kaayib fasaxa qodobka qodobka labaad bahalkan adaa lagu haystaa annaga waxaan nala leenaya dabku inuu meesha ka hore kursiga kulmiyo ku wareejin nimanka waxa ummada Soomaaliyeed u sheegay hadii kursiga lagu wareejiyo inaan xabada madid jiida ka dhacay dabka ay arintaa wadaan labadaaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan u soo jeedinaynaa waxaan leenahay dhalinyarada yada odayaasha jiida jooga nabaddu waa geed har weyn iyadaa lagu nastaa ilaa iyo inta aynu ka daalayno ummadda Soomaaliland oo dhani ay ogaanayso guriguri u ogaanayso inaynu inagu nabad wadayaal nahay nabaddu wadayna أبنا ما فلو نمنا ما وارغا نمو
نبض ونورينا ما أنت سومنا ذو حكدرك سنتاي سدان قبوه هدي دميرك شقينا يو إنا نعنق النهاية نبض وضيال بور مغوية إنا حاشر أيهين نبض يديال وقصو دياليهين لكن للأسف الشديد وحول دورد وحكا قبل الله إني ماشي وكما قنطة وأنا أستغل أبو كرسي قبل أقوها استمر حويني لما يا مصلا أبو قبانا يا كرسي قبل أقوها استا تاغر كرسي لمن كوريج أن نقول أنا ندقن ومدى مساكين تالي ما نقول بقاحا كبعضو تاسم كرسي تشيذني إن شاء الله runtii daad baan u dhageystay oo waan maqlaayay aan buugaadi waydiisay aan xalay tartiifiga aan ka arkayay aan anigu runtii aan waxyaala qaar kood waxaan haystaa waxaan miidiya xitaa oo soo soo badhigi karin oo xishmad iyo dadnimadu ay ku xuntaa in loo soo bandhigo anigu waxaan qabaa hablaha lacayay ee maanta dee maadaama aan reerba ka hadlayo de waa hablihii nala dhashay an waxaan qaba hablahaasi waa boqortooyo boqortooyada somaliland weeye marka laga hadlayo reerkan beesha dhexe la yidhaahdo waa boqortooyadoodii boqortooyadana had iyo jeer waa lacayaa oo waa la maagaa laakiin boqortooyay ka yihiin hablahaas ninkaa caayay waxaan qabaa isaga iska afka iska xumeeyey waa hablo la yaqaanaa waxay galaan waa hablo la yaqaanaa waxay dhalaan waa hablo la yaqaanaa xoolaha laga bixiyo waa hablo la yaqaanaa aqoontooda waa hablo la yaqaanaa inay boqortooyadii ugu horreysay ee reer sheekh isxaaq ee somaliland ay ku hoggaaminayay inay yihiin waa hablo la yaqaanaa sida ay ugu jiraan bulshada iyo dadka la yaqaana marka waxaan kaga baxayaa taas hadduu madaxweynuhu ku qanacsan yahay oday ninka wasiirka ahee wuxuu doonay qoray wuxuu doonay ku hadlay inuu madaxda dowladda ugu mana waa calaamad isaga ku taala hablahana waxaan odhan lahaa boqortooyada waa lacaaya dulqaata annagana hana kicinina oo muusownowga badani ragga waxbuu yeelaaye hana kicinina annagana ayaan idin kale kula talinaya insha allah wallaahi xukuumadda uu dee dhisay madaxweynuhu anigu raayigan ka qaba waxa weeye xukuumadda asliga ahayd maaha waa xukuumaddii naqliga ahayd waa xukuumaddii ugu gogol xaadhayay baan qabaa tii rasmiga ahayd hadday tahay bulsho iyo hadday tahay bulshada iyo hadday tahay gobolladaba tuu ku qodxanta kaga gurayay laakiin waxaan qabaa tii rasmigaad inay soo socoto oo oo uu soo wado waxaanse kula talin lahaa dee wax badan baa laga filayey dhismahan iminka dhaftigiisa kala qaybsanaan badan baa ka muuqata reer buu u badan yahay waa reerkuu madaxweynuhu ka soo jeedo waxaan aada iyo aada ula yaabay oo aan u malinaya madaxweynaha laftigiisu inaan u dhaadayn bulshaduna aada uga hadlaysay maalinta dowladda hoose tegey saddex nin oo afar nin oo ama ilaa saddex nin oo ilmaadeer yihiin baa madaxweynaha dhinac fadhiyey nin baa isoo saaray oo nimankaas maxay ahaayeen madaxweynaha dhinac fadhiyo ani waa faamiliga madaxweynaha had iyo jeer madaxweynayaashuna waxay ku caan yihiin inay reerka ay ka soo jeedaan markay kursiga fadhiistaan inay yara durkiyaano ay ummadda kale soo dhoweeyaan si ay ugu muuqato qarannimo laakiin muuse bixi uu ka bedelan yahayo reerkiisii oo dhan buu soo hareeraha soo gashaday ee xukuumaddiina waxba isugu soo ururtay reerkiisii ayay isugu soo ururtay waayo maanta dee waxaa aniga laftigaa reer ka hadlaya marka waxa weeye qarannimada waxay ku fiicnaan lahayd xitaa iyo xilal bahayne inuu afar oday oo ku odayaasha la socdaa inuu soo kaxaysto hadba oo hareeraha iska dhigo ayay ku qurux badnaan lahayd intaasina wayga soo tarjeedin dadkana cadaaladu sameeyo warisaaqa intaad qadiso waxba ha siinine
ama ha qeeliyan ama ya qeelinay dadka hareeraha dawladda ka dhis madaxweyne kan xun baad ku qancin kartaa mid aad abti ku tiraado iyo mid aad inaad ertiraado iyo mid aad seedi tiraado xun baad ku qancin karaysaa war ummadda hareeraha cadaalad darada ka daayo ummadda hareere ee nala degan ee jamhuuriyadda aynu isku nahay ee aynu wax wada leenahay ee aynu ka doonayno inay wax nala yeeshaan ummaddaasaa loo baahan yahay inaad kaa muuqato oo xukunkaaga ka muuqato taasaan isagana u soo jeedinaya inshaa allah.